وطبعا ده يثبات سحب 202 جنيه، يعني كانت 215، 11 دولار مكسب من موقع فاست 7. وطبعا الموقع ده خاص ببيع خدمات السوشيال ميديا، وفي حاجة اسمها تسويق بالعمولة أو الأفيليت، اللي أنت بتجيب ناس منها هما بيشتروا خدمات بسعر رخيص ويبيعوها، ومنها أنت بتكسب من خلاله فلوس. يعني مثلا احنا لو دخلنا على تسويق بالعمولة، فأنت المطلوب منك إن أنت تجيب ناس تسجل، وأنت كده كده مش بتضرب، لأن هما بيشتروا خدمات بسعر رخيص ويبيعوها للناس بسعر غالي. يعني مثلا أنا جبت 2 بس سجلوا من خلالي وشحنوا، فكسبت 11 دولار من 2. تخيل أنت لو جبت 11 واحد ممكن تعدل 110 دولار. انت بتنسخ رابط الى حالة ده اللي فوق، يعني انت مثلا بتنسخ رابط الى حالة ده وتنشره او تعمل عنه فيديو على اليوتيوب وتكسب من خلاله، اي حد يسجل من خلالك. وطبعا مش عارف الكلام ده كله، هسيب لك فيديو ازاي تسجل وازاي تشحن في الموقع وازاي تبيع كمان، يعني تكسب من خلال التسويق، وكمان تكسب يعني انت تشتري خدمات بسعر رخيص مثلا متابعين وتبيعها للناس بسعر غالي. يعني ممكن تشتري 1000 متابع تيك توك او انستجرام مثلا ب1 دولار وتبيعها ب5 دولار، وخدمات كلها بتاع السوشيال ميديا معروضة في الموقع ده. فهسيب لك ده فيديوهات يوضح لك ازاي تسوق بالعمولة في الموقع ده، وازاي كمان تشحن، وازاي كمان تسجل تعمل حساب، وكمان لو انت ازاي برضك تبيع خدمات للناس. يعني مثلا تشتري انت 1000 متابع انستجرام تبيعه ب3 دولار، تبقى انت واجع عليك مثلا بـ0.5 دولار وهكذا. فانت كده لما تلاقي الناس انت مش بتضرهم، لا انت بتستفيد، بتبيع خدمات السوشيال ميديا بسعر رخيص، هم بياخدوها يشتروها ويبيعوها للناس المهتمين بيه، عايزين يزودوا متابعين او ساعات مشاهده بتاع يوتيوب او مثلا لايكات او تعليقات. انت مثلا بتقول للمتابعين لما يسجلوا خلالك انت بيشتروا خدمه ويبيعوها للناس، مثلا لو وجع عليه مثلا ب 30 سنت يبيعوها ب5 دولار او ب2 دولار. فهم اللي بيسجلوا لحديك بيكسبوا برضك مش بيخسروا. وانت كمان لو مش عايز تشحن في الموقع، فانت ممكن تستخدم اللي هو التسويق بالعموله، تدعي ناس مهتمه ببيع خدمات يشتروا خدمات بسعر رخيص سعر التراب يبيعوها للناس بسعر غالي وبس كده. رابط التدريبات تلاقيها صورة في الديسكريبشن، ازاي تشحن في الموقع وازاي تعمل حساب وازاي كمان تشتري الخدمات دي وتبيعها انت، يعني تضرب عصفورين بحجر، منها بتسوق برامج وبتكسب، ومنها بتبيع خدمات تشتريها بسعر رخيص وتبيعها بسعر غالي وبس كده. كده شوفوا الفيديو بتاعنا خلص، تعالوا اعملوا لايك واشتركوا في القناة.